نعم، الاستفسار الأخير. نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله، بل الله على نبيه عن طريق جبريل الأمين وهكذا. يعني بس بستفسر عن حاجة، فتنة خلق القرآن تفرق بالنسبة لنا؟ هي مش هتفرق حاجة، احنا مؤمنين بأنه لا تفرق كثير جدا جدا. يعني معلش لأن أنا أقول لك على سبيل المثال على مثلا هذه الفتنة، يعني ما أنا أقول لك على سبيل نعم. أصحاب هذه الفتنة يقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن من فهم جبريل، فعليه يجوزه ان القرآن يكون بالمعنى. وده من اخطر ما يكون. نعم، يعني هو يقول القرآن هذا ليس كلام الله، انما جبريل فهم الموضوع وبلغه. يعني انت بتقول مثلا، انت تقول القرآن كلام الله سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وجبريل سمعه من الله، أو تكلم الله به لجبريل. نعم. وأوحى الله به إلى جبريل عليه الصلاة والسلام. هم يقول لك لا، ينتهون إلى عند جبريل. فهذا كلام خطر، وعر وعر جدا عليهم ترتبه. وحتة اللي هي الفتنة بتاعت خلق القرآن نفسه، يعني هل يعني حكاية كلمة خلق القرآن بالنسبة لنا احنا تفرق ايه القرآن؟ أنا أقول لك، هو من توابعها، يعني القرآن كلام الله. نعم. وكلام الله يكون كلام الله صفة من صفاته، هل هو مخلوق؟ كلام الله مخلوق؟ من الخالق؟ لا، هو كلام الله مباشرة. ما تقولش إلا كده. نعم، الله يسلمك. نعم، جزاكم الله خير. وياكم.